Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة نتعلم إنجليزية معا. أعتذر كثيرا عن الإطالة في وضع الفيديوهات لظروف خاصة. إذا اليوم إن شاء الله أعدكم في فيديو مهم جدا مهم جدا للفصل الثالث السنة الثانية ثانوي. بطبيعة الحال في الفيديو السابق ماذا كان يتحدث أو عما تحدثنا؟ كنا حللنا فيه موضوع امتحان الفصل الثالث حول الوحدة نومان إنزن آيلاند. هذه الوحدة ملخصها ستجدونه في صندوق الوصف. قلنا في الفيديو السابق توقفنا عند written expression التعبير الكتابي، حيث تحدثنا عن كيفية أو سنتحدث عن كيفية كتابة وضعية إدماجية حول هذه الوحدة. إذا بدون إطالة لا تنسوا الاشتراك في القناة ودع باللايك ونقرأ على الجرس ليصلكم كل جديد. إضافة إلى أن هذا الفيديو أو الوضعية الإدماجية التي ستكون في هذا الفيديو ستجدونها على الرابط لنتعلم إنجليش، فقط اضغطوا عليه ليوصلكم إلى الوضعية الإدماجية. أيضا الفيديو السابق حول النموذج الامتحان حتى تأخذوا فكرة حول الامتحانات أيضا ستجدونه في صندوق الوصف. Let's start، لنبدأ. إذا Part 2 Written Expression الجزء الثاني. نعلم أن نموذج الامتحان دائما يكون في جزء أول حول أسئلة حول النص Grammar القواعد، ثم الجزء الثاني حول الوضعية الإدماجية، وهذه الوضعية مهمة جدا. إذا في الوضعية الإدماجية السنة الثانية يكون لدينا موضوع Topic number 1 and Topic number 2. Algeria is witnessing many earthquakes these last months. إذا الجزائر شهدت العديد من الزلازل في آخر الشهور. Write an announcement in which you explain what people should do. إذا ستكتب إعلان أو أكتب إعلان بحيث تشرح فيه ماذا يجب أن يفعل الناس before, during and after an earthquake. إذا ستكتب إعلان حول ما يجب فعله أو ماذا يجب على الناس أن يفعله قبل الكارثة، أي قبل الزلزال، أثناء الزلزال، وبعد الزلزال. To reduce the risks، للإنقاص من المخاطر أو التقليل من المخاطر. Use the following notes، استعمل الملاحظات التالية. إذا before، إذا قبل الكارثة، لدينا الملاحظات الأولى. Prepare a survival kit at hand، إذا حضر ما يمكن تحضيره أو ما يمكن أن يساعدك أو ما تتناوله يدك من المساعدات التي تجعلك على قيد الحياة. Make plans to keep family together، إذا قم بالتحضير لمخطط لإبقاء العائلة مع بعضها أو مجتمعة. Don't unsure objects on shelves and over beds، إذا لا تضع أشياء حادة أو خطيرة على الرفوف أو على الأسرة. إذا هذا before. During الآن، أثناء الكارثة أو أثناء الزلزال، هنا نتحدث عن الزلزال. Keep calm، أن تبقى هادئا. Stay away from glass, trees, electrical wires، إذا عليك أن تبقى بعيد عن الزجاج، الأشجار، وخطوط أو الأسلاك الكهربائية. Don't take the stairs or the lifts، إذا حذاري أن تستعمل أو لا تستعمل أو لا تأخذ السلالم والمصاعد. After، الآن بعد الكارثة أو بعد الزلزال. Look for injured people، إذا ابحث عن الأشخاص المصابين. هذا في حال إذا كنت أنت بخير، إذا ابحث عن الأشخاص المصابين. Give an aid and assistance، إذا قدم المساعدة والمساعدة عفوا للناس. And help children find their family، وساعد الأطفال وجد أهلهم. Help the homeless، ساعد الأشخاص الذين بقوا دون مأوى. إذا في هذا الموضوع topic number one سنتحدث فيه عن الزلزال، ولكن في الموضوع أو في الفيديو اليوم سنحضر بمختصر جميع الكوارث التي تحدث، أي سنتحدث عن الكوارث الطبيعية، كيف نحافظ على أنفسنا قبل الكارثة، أثناء الكارثة، وبعد الكارثة، ثم سنتحدث عن الزلزال. إذا الآن topic number two، سنتحدث أيضا عن topic number two، الموضوع الثاني. Old people used to think that the new young generation is not concerned with charity. إذا الناس قديما كانوا يعتقدون أو اعتادوا على الاعتقاد أو يفكرون أن الشباب اليوم، الجيل الجديد، شباب الجيل الجديد لا يهتمون بالعمل الخيري. And does very little to help the needy. إذا وهم قليلون مساعدة للأشخاص المحتاجين. The needy أو الفقراء.
in a well-written paragraph في كتابة أو اكتب وضعية إدماجية مفيدة أو جيدة discuss this idea given your own arguments. إذا اكتب وضعية إدماجية أو فقرة تناقش فيها هذا الموضوع بإعطاء حججك الخاصة التي تساعدنا في إقناع هؤلاء الناس بأن الشباب مهتمين بالعمل الخيري. إذا نبدأ بالtopic 1 وهذا مهم جدا. topic number 1 مهم جدا. في أغلب النماذج الامتحانات السابقة تتحدث عن الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل. وضعية إدماجية حول الوقاية من الكوارث الطبيعية natural disaster prevention. إذا كيف أحمي نفسي من الكارثة الطبيعية قبل الكارثة، أثناء الكارثة وبعد الكارثة. إذا هنا وضعت مقدمة مهمة يمكن أن تساعدكم، مقدمة شاملة يمكن أن تساعدكم حتى تأخذوا على الأقل 3 نقاط عليها. إذا through the ages human became aware about measures to avoid the dangers of the natural disasters or protect himself before, during or after it happened. إذا من خلال أجيال الإنسان تعود أو أصبح على علم حول الإجراءات لتجنب خطر الكوارث الطبيعية أو حماية نفسه قبل أثناء وبعد حدوثها. الآن before the disaster، إذا قبل حدوث الكارثة، we should establish evacuation routes and meeting points and identify safe area within your home or workplace. إذا قبل الكارثة علينا تحديد أو إنشاء طرق إخلاء ونقاط التقاء وتحديد أماكن آمنة، أين؟ في المنزل أو في مكان العمل. سواء كنت في المنزل أو في العمل عليك أن تحدد أماكن آمنة وتبقى فيها. Keep important documents. إذا ابقى أو حافظ على الوثائق المهمة such as identification and insurance papers. إذا مثل بطاقات التعريف أو بطاقات الهوية وأوراق التأمين. In a waterproof container. في أماكن أو في حاويات التجنب الماء، الحاويات الخاصة التي الغير قابلة للإتلاف. We ought to include essential items like water. إذا علينا أن نحافظ على الأشياء المهمة مثل المياه، علينا أن نبقي معنا الماء. Non-perishable food والأطعمة الغير قابلة للإتلاف. Flashlight مصابيح يدوية. Batteries البطاريات. First aid supplies إذا المعدات الأولية، الإسعافات الأولية. And medications والأدوية. We had better من الأفضل reinforce windows and doors. علينا تعزيز النوافذ والأبواب. During the disaster الآن أثناء الكارثة. We should follow evacuation orders promptly and seek shelter in the safest available location. إذا علينا أن نتبع أو الإصغاء لأوامر الإخلاء المستعجلة. And seek shelter in the safest available location. والبقاء أو البحث عن الأكثر أماكن آمنة في المنطقة. And if indoors, stay away from windows, doors and walls. إذا كنت داخل المنزل أو في بنايات ابقى بعيدا عن النوافذ والأبواب والجدران. And if outside, الآن إذا كنت خارج المنزل أو خارج مكان العمل. Move to an open area away from buildings. إذا ابقى في أماكن مفتوحة بعيدة عن البنايات. Buildings, trees, الأشجار and power lines وأسلاك الكهربائية. And we should contact family members. وعلينا الاتصال بأفراد العائلة. To let them know you are safe if possible. لإعلامهم بأنك بخير إذا أمكن. Keep updated on the latest developments through radio, TV or internet. إذا ابقى على اطلاع بالتطورات الأخيرة من خلال الراديو، الانترنت والتلفاز، TV or internet. إذا هذا بالنسبة لي قبل وأثناء الكارثة. After the disaster, we ought to help other people like the elderly and disabled and children. إذا بعد الكارثة علينا مساعدة الآخرين مثل الأشخاص كبار السن والأشخاص العاجزين أو المعاقين والأطفال. But we should be cautious of hazards. ولكن علينا أن نكون حذرين من المخاطر such as downed
power lines الأعمدة الكهربائية المتساقطة, unstable structures والهياكل الغير مستقرة, gas leaks وتسرب الغاز, electrical hazards والمخاطر الكهربائية, and other dangers والمخاطر الأخرى. And finally, كخاتمة, by following these guidelines, individuals and communities can better prepare for, respond to, and recover from natural disasters. إذن باتباع هذه الإرشادات يمكن الآن للأفراد والمجتمعات أن تواجه بشكل أفضل الكوارث وتستجيب لها وتحمي نفسها من الكوارث الطبيعية. إذن هذا باختصار أو بشكل عام الحماية أو حماية نفسي أو الأشخاص كيف يحمون أنفسهم قبل الكارثة وأثناء الكارثة وبعد الكارثة. الآن لنحدد في الوضعية الإدماجية التي اقترحت لنا هي حول الزلزال. إذن الوضعية الإدماجية كيفية حماية أنفسنا من الزلازل. There are many procedures we should follow before, during and after the earthquake to avoid it dangers. إذن هناك الكثير من الإجراءات التي يجب علينا اتباعها قبل وأثناء وبعد الكارثة أو بعد الزلزال لتجنب خطره أو خطر الزلزال أو الزلازل. First, before the earthquake, we should prepare a survival kit at hand. إذن قبل الكارثة أو قبل الزلزال يجب علينا اتباع أو اتخاذ التدابير المتناولة لدينا لحماية أنفسنا. And make plans to keep family together. وأن تخطط أو تقوم بتخطيط لإبقاء العائلة مع بعضها البعض. It had better not ensure objects on shelves. إذن ليس من الأفضل أن تضع الأشياء الحادة على الرفوف أو الأماكن العالية. We ought to include essential items like water, non-perishable food, flashlight, batteries, first aid supplies and medications. إذن علينا الاحتفاظ بالأشياء المهمة مثل الماء والأكل الغير قابل للإتلاف والبطاريات أو البطاريات هنا والمصابيح اليدوية, إضافة إلى الإسعافات الأولية والأدوية. علينا أن نبقيها دائما معنا. We had better reinforce windows and doors. إذن علينا أيضا أن نعزز الأبواب والنوافذ. إذن هنا أولا تحدثنا عن قبل الكارثة. Second الآن. ثانيا. During the earthquake, أثناء الزلزال, we have to be calm. علينا أن نكون هادئين. And we stay away from glasses. والبقاء بعيدا عن الزجاج. Trees, الأشجار. Electrical wires. والأسلاك الكهربائية. And we shouldn't take the stairs or the lifts. وليس أو لا يجب علينا أن نأخذ السلالم والمصاعد. هذا مهم جدا. Stay away from windows. البقاء بعيدا عن النوافذ. Doors and exterior walls. والجدران الخارجية. علينا أن نبقى بعيدين عن النوافذ, الأبواب والجدران الخارجية. And if outside, إذا كنا خارج البيت أو العمل, ماذا علينا أن نفعل؟ Move to an open area away from buildings. إذن علينا أن نبقى بعيدين عن الأماكن أو نكون في أماكن مفتوحة بعيدة عن البنايات. Keep updated on the latest developments through radio, TV or internet. إذن علينا أن نبقى دائما على اطلاع بالتطورات الجديدة من خلال الراديو, التلفاز والإنترنت. ثالثا. Third, after the earthquake, we ought to administer first aid to yourself and look for injuries people. إذن علينا أن نقدم أولا لأنفسنا المساعدة, ثم نبحث عن الجرحى, الناس الجرحى, and give aid and assistance, and we should help children find their family and help the homeless. إذن علينا أن نقدم مساعدة للناس ويجب علينا أن نساعد خاصة الأطفال في إيجاد عوائلهم ومساعدة الأشخاص الذين بقوا بدون مأوى. إذن هذه هي العرض الخاص بالحماية من الزلازل. الآن كخاتمة. Finally, we should spread the consciousness between people about all natural disasters to protect themselves and other. إذن علينا أن ننشر التوعية بين الناس لحماية أنفسهم من الكوارث الطبيعية وحماية الآخرين. إذن أعزائي, هذا هو
الفيديو الخاص بالحماية أو حماية أنفسنا من الكوارث الطبيعية، قلنا قبل وأثناء وبعد الكارثة. هنا تحدثنا عن بصفة عامة الكوارث الطبيعية، جميع الكوارث الطبيعية يمكنك استعمالها، حذف بعض الكلمات، أو يمكن استعمالها إذا طلب منك بصفة عامة حماية كيف نحمي أنفسنا من الكوارث الطبيعية. إذا كان حدد لك مثال من غير الزلازل مثال البراكين أيضا يمكنك استخدامها، فقط حذف أو إضافة كلمة فولكانو إذا كان حول البراكين. هنا تحدثنا عن الزلازل وهي فقرة مشهورة جدا ويمكن أن تكون حاضرة في الفصل الثالث. ولا ننسى استعمال هاد بيتر، هناك الكثير من التلاميذ لماذا أكثرت من استعمال هاد بيتر أو تو هاف تو، لأنه مطلوب جدا، لأن في هذا الفصل درستم حول هذا الموضوع أو هذا أو هذه القاعدة شود تستعمل للنصيحة، هاد بيتر من الأفضل، أو تو أيضا معناها يجب، we have to obligation يجب علينا، we have to أيضا يجب علينا، كلها تدل على الالتزام بالقانون أو بالقواعد أو كنصيحة. هذا مهم جدا استعمال should have to and ought to and had better وكيفية استعمالها بالشكل الصحيح. كما قلت فيديو الملخص السابق حول الدروس سأضعه في صندوق الوصف. إذن أعزائي هذا هو بالنسبة لل natural disasters. الآن نتحدث عن charities، قلنا الوضعية الثانية topic number 2 and paragraph about charities، وضعية إدماجية أو فقرة حول الجمعيات الخيرية. نبدأ أولا بالرد على أو نكتب مقدمة نوضح فيها أننا نتحدث عن topic number 2. Old people used to think that the new young generation is not concerned with charity. إذن كما ذكر لنا في الامتحان الناس القدامى اعتادوا على الاعتقاد أن شباب اليوم أو الجيل الجديد لا يهتم أو غير مهتم بالجمعيات أو العمل الخيري. And does very little to help the needy, but I think they were wrong because today there are many charities. 75% are young in Algeria as ناس الخير charity, the Algeria Red Crescent Society, كفل اليتيم charity, etc. إذن وأنهم قليلي المساعدة للأشخاص الفقراء، ولكن بات أنا أعتقد لأن النص الحجاجي أو الوضعية الإدماجية عندما تكون حجاجية علينا أن نذكر أنفسنا. I think أعطي رأيي. I think they were wrong، لكن أعتقد أنهم كانوا مخطئين. Because today، لأنه اليوم there are many charities، لأنه هناك اليوم العديد من الجمعيات الخيرية، 75% منها شباب في الجزائر. As مثل ناس الخير، جمعية ناس الخير، وجمعية الهلال الأحمر الجزائري، كافل اليتيم، جمعية كافل اليتيم، اكسترا. هناك العديد منها، سنتحدث عن هذه ثلاثة الأخيرة. الآن نبدأ بالعرض. ماذا سنقدم في العرض؟ سنقدم حجج لهؤلاء الناس نذكر فيها عدد الأشخاص المتبرعين أو متطوعين لهذه الجمعيات. إذن ناس الخير charity is an Algeria organization founded on February 20th 2001 in Dar البيضاء in Algiers. إذن ناس الخير هي جمعية أسست وهي أو منظمة جزائرية أسست في عام في 20 فيفري 2001 في دار البيضاء في الجزائر. And it includes about 800 engaged، 800 مشترك في هذه الجمعية. It contributes to helping needy families. Also, it helps the orphans, widows, and divorced women by provide clothes, foods, even homes for them. إذا بالنسبة لهذه الجمعية، عملها هو مساعدة الفقراء أو العائلات الفقيرة. أيضا تساعد الأيتام، النساء الأرامل والنساء المطلقات بتزويدهم الملابس، الأكل، حتى المنازل لأجلهم إن توفرت. كافل اليتيم الآن. كافل اليتيم شاريتي، جمعية كافل اليتيم was founded on 14 ديسمبر in 1990. إذن هي أسست في 14 ديسمبر 1990 في إن بليدا، في البليدا. It contains about 4,000 young volunteers. هي تحتوي حوالي 4,000 شاب متطوع. It is an association that
cares about the affairs of widows and orphans. إذن هي تهتم بشؤون الأرامل والأيتام in all parts of the country, في كل أرجاء الجزائر, ليس فقط تختص في مدينة البليدة لأنها أنشئت هناك, ولكن في جميع ولايات الوطن. The Algerian Red Crescent. الآن ننطلق إلى أو ننتقل إلى Red Crescent, الهلال الأحمر الجزائري المعروف جدا, أو جمعية الهلال الأحمر الجزائري. Was founded on December 11, 1956 in Algiers. إذن هو أسس في 11 ديسمبر 1956 في الجزائر العاصمة. During the Liberation Revolution. خلال الحرب التحرير أو الثورة التحريرية. There are offices all over the cities of Algeria. إذن هناك العديد من المكاتب, مكاتب خاصة بهذه الجمعية في جميع أرجاء الجزائر. And the most important activities of the association is that it organizes volunteer outing for doctors. إذن أهم عمل لها أنها تنظم رحلات تطوعية للأطباء. And distributes medical glasses. إذن عمل هذه الجمعية في داخل الوطن هي أن تنظم رحلات طبية أو تطوعية للأطباء لمناطق الظل. For doctors, للأطباء. And distributes medical glasses. وتوفير النظارات الطبية to the poor, للأشخاص الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة النظارات الطبية. In addition to carrying out prevention campaigns against epidemic diseases and social damages. إضافة إلى القيام بحملات توعوية ضد الأمراض أو الأوبئة والأمراض والأمراض الاجتماعية أو الآفات الاجتماعية. Improving the living situation and health of the community. إضافة إلى مساعدة أو تزويد الأشخاص الذين بدون منزل وتحسين مستواهم المعيشي والصحي. In addition to international activities, and there are many youngs work hard by themselves or by charities to help needy people. إذن إضافة إلى العمل الداخلي داخل الجزائر, لديها عمل خارجي international activities, لديها نشاطات خارجية. عندما تحدث كارثة لدولة شقيقة ما, فنحن دائما نرى Red Crescent, الهلال الأحمر, يكون الأول في تقديم المساعدات خارج الوطن. And there are many youngs work hard, ولكن وأيضا هناك شباب آخرين يعملون بأنفسهم by themselves or by charities. هناك شباب يعمل بأنفسهم يقدمون مساعدات من خلال أنفسهم, ليس من طرف الجمعيات, ولا يقدمون تطوعات للجمعيات, ولكن هم يقومون بذلك to help needy people, لمساعدة الأشخاص الفقراء around the world, أرجاء العالم. نرى شباب اليوم يقدمون مساعدات, وليس فقط في الجزائر, في كل أرجاء العالم. So we should support them and help them materially or morally. ولذلك يجب علينا أن نشجعهم ونساعدهم إما ماديا أو معنويا. إذن أعزائي, هذه هي الوضعية الإدماجية الخاصة بالكوارث الطبيعية وبالزلازل. إضافة إلى الجمعيات الخيرية, كنا ناقشنا موضوع الجمعيات الخيرية, كيفية تقديم المساعدات, أو كيف يقوم شباب اليوم بمساعدة الآخرين ومساعدة الفقراء. إذن أعزائي, قلنا أن الفصل الثالث يعتمد على الوحدة No Man is an Island, وهي وحدة تتحدث عن الكوارث الطبيعية. غالب الأحيان تتحدث عن الكوارث الطبيعية, لذلك سجلوا لديكم الملاحظات أو الوضعية الإدماجية التي لديكم, وأيضا ستجدونها في الموقع لا تعلم إنجليش, ستجدونها في صندوق الوصف. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس ليصلكم كل جديدي, وأيضا لا تنسوا تعليقاتكم الإيجابية إن شاء الله, وحتى لو كان هناك ملاحظات اتركوها لي, أو أي استفسارات, أو أيضا اقتراحات, إذا كان لديكم اقتراحات أو أي دروس غير مفهومة اتركوها لي في التعليقات. إلى اللقاء, goodbye.